حكم إذا فرق ضي التشتت كه بربر كان يكلا الدرج كان يسهيس كان ثم قال يا رك استمان توضن الصوماليات كتالة تكو حكتين كجودا بيت عشاء ما قد ركته إن أنا بحبل وداجن بربر كحد بقارسي سيء حد بقارسي سيء رارك الصوماليين وكقن عكره خيرك كلاسي هجر دامن لو غارسي هدي قال له لي كرين لا ديكسدو ما ها خيرك الصوماليات سو اسغ و خو قبصدو ووغ اسغ انان كاني وحبو قبانينن لكن وحا ورباو ككو خيغا سي هجر دامن لو غارسي ام بو قالك و ديكسنيا وهي الصوماليه جوقتا وضعي تلسك حقيقي ودنك و كجرا و يحي استعمارك marka laga yimaado NGO wax la yiraahdo وضعي مجتمع عافمات كتعليم تدقالها وحك استوحى معمولة هدي بكيري اللي ربين كور لوقع هذا كتولة جوغو حرية انشيو يدا يرابو يارا كوو مقعي مسلمين له او اسلام كو ابتر صدا ايا وحي شايقان ايان منابرتا اذا عادها اي جرائدك اي كان شايقان ايان اي كنسو ورجيان مشروعا هيرقلين تشرعا دا اسلامك وينا كعشوني بين عكلا وحنا عالم اسمان تمان تا ايكو هينا نمن ودا دا يدعو هاد يعلم اوها القماية نرشو دي الرحلو دي اوهو راية سيدي دين تا اله لوهر قل لها سيدي المسلمين تلقى دي دين تا لوهو سعل لها واذا اراد الله النصر فضيلة طويت اتاح لها لسان حسود ولولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي هدو الى هاي الدونو وقدرو إن فضل لقريي أصوى شعب حيو إلهي وحي وقدره كل حاسدة وكشك هي وهذا هي ولولا اشتعال النار فيما جاورت هدي الضبك وعنو كل شدمين قيلها وعنو مقرنسا ضب عنو شدمين دي عودك عرف قيسة وراكسان لما قرتين واللي عود كان قال يا عذا الرضا يا بخورك لقيسة لي وحابويا مركا ما انتو قرسيت بلا آدمن إسوا آن عودك إنو قدقوي هاي أروغين نارو ما كوش ينتهي كينتي دبا كوش دمي ولو اشتعالو نارو فيما جاورت دبا كوش دمي مركو دبا كوش دمي بو أرتي يصاب حضي لكن هدو دبا كاسش دمين إلا دبا كوا دب لكن دبتي سيمحا كده شيء إن قيت كان قدقوري قيدها كلا كل حجري لأغاري ساسي أيام معصري خير كي أيو موتوريسا كوا شرع هذا الدين الدين تكسر جيدا عصيان كي يفسق غا يضلال كي كده احترى وحويا وحي صو صاريا رجل ماذا كوا الدين تأوها الجماعية دولة إن هنون كي خير كي نور كوحيجا ومضى لقول حفافيو ومن يريد أن يضله نكو دولة إنه دميونا يجعل صدره ضيقا حرجا إلهي سبحانه وتعالى أحكام تبو حرج كقدر maanta Soomaaliya markii la yiraahdo kitaabka aan isku xukuno waxa lagu oranayaa dadku islaamka ma yaqaan suga horta inta islaamka ka baranayaan okay waa sugeyna marka dadkii ahkaam buu u baahan yahay in lagu xukume maxay tahay dimuqraadiyadda noo keena aan isku xukune xeerarkeena noo keena aan isku xukune iyo kuwa lama barto habeenki baa sheeydaan soo waxyooda waxay sheeydaan wey marka la ino keeno kitaabka Alle maxay noo oranayna dadku ma yaqaan baa lagu leeyahay 1420 iyo imisa way 24 sano dadku islaam buu yahay islaamka lama baranayo ajeeb way oo dadku ma faraaciin bay ka yimaadeen marka la islaam ma yaqaan xagee ka yimaadeen dadku ma faraaciin ba soo dadku dad muslimiina aabayaasha nool baa habtirsado kulli aabayaasha ila antaad ka taqaan maxamed iyo ismaaciil baa ku jira mabda an-nasr wax la yiraado yaani guusha mabdaeeda wax la yiraado waxa weeye شيء إله سبحانه وتعالى أمدا أصغي يعني مبدأ النصر ثابت لهذه الأمة إله سبحانه وتعالى أمدا وحو كقل ريستي إلي هلان وحل إرادة قول عاجلا أو عاجلا أما قوشا سيحسو دكتو أما قوشا سيحسو هقبال مرتو حتى آخرته مربا مركي أمدو كدبا تبلان تهيب أسو دوي ولهذا إلهي سبحانه وتعالى وحوليه فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا
علاس كستو وحا نعيسى هذه او لا صوده او عب كدب يمانيا او عدبنيا فضيل وحال السميكي انها الله في قال سوقبت اذا ماذي يا وحيابي كنت تخصص عقابته لو ديبي وحالي كرباش او سفي عن عقابه وحالنا دور انسان عقابتاس ولا غادين هدا دينتا كنقت وحنا شيغنا سداد كنقتي ولو دينا هدي كله كركا كغيالي وهل ديلو سيدي بالله يالي والله عقابه اد بالله ديبي وادي وحيرة ابدا مهما فعلتموني شيئا ابدا لن اتنازل بولي دينتا اذا مرنا بكتنازل مهيول من شار بالقاضي واد قرانتا باش من شات الواح الوكل قوي تاسا القاضي من كاسا مرح انت لقى ساري يا الله بالله كلا دقي الله بالله كلا دلعي انت ان لك بعض ما لينسا من شار تقفك انت ساعة ضد بقالان سام انت دقيقة مركي المهر تسال لو شي حي مدر ويان كمو ستنزل مرنا با دين تيسي كما تزعزع اي واحد اللي ولول ما بقلين با الدنيا دي اي واحد انا واطوري لان اتنازل بول مرنا با بل هذا حق انا اصول نقوه إنه جامع قرس جدي هبل وليجين أبتر كمسلمين بانهين مسلمين بانهين ماشاء أن ما تفرن هدي لي هذا ما تبوليس بيميدو بلدتك سواء حاضري أنت ده يهيم الربعين أفيري أنت جوار الحجاب قبته أنت رجع ما أرتك قدر له ونيه إن الله إلهي وحوي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم أدي الله فربان ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكتي أدي الله فربان أم بالله صوت أورورن ورقريهن سجدت كذا قريهن ماشي ما أنت وحيمت قريهن كنت كذا إذن أكبر جريمة عاد قشي أيها الأخ أما أيها الأخت المسلمة دم بيقول وين عاد قشي إلهي من رمي ويا واحد ودي من يسوى مداس أما حجاب كتور أما واحد دون السماء طالما عاد مسلمتها قلبي قادنا إيمان وكتر وإن كان ضعيفا هو هذا وحاويان وحاتي مجرمة بعدها سيادة رادة بن نبي عليه الصلاة والسلام وحويري ثلاث يصفين لك ود أخيك سده وحي مارتي صافك قدق أيان أو كوبر حتر أيان ولكن تعال كيس ورسولك عليه الصلاة والسلام سدح لا سواء معي تسلم عليه إذا لقيته مركا لكل أنت السلام أو السلام قلبك أي أفكا أنت وكله توسع له المجلس هذا كل ما ذونا فضيك أبناي قولها أبناي أبلاري تسدحات حويا وتدعوه بحب أسمائه إليه إرياد مقعيادة وتعلي هاي مدى أولا سن أغير بنبي عليه الصلاة والسلام ريال حون هو يرين صومالي انا وحلانا وتربيلاس وينوفي عين وملاها كلامك كان افرس ذاتك ما كانوا يرين انت هم بانو يرنا كانوا والان قرر كانوا وإلي كانوا مقرر لما اقلوا وحيالاس لما انتوا لما اقلوا غفك انتيس إلا قول لقبوا لما اقلوا ولا تنابزوا بالألقاب بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان ما انتيتو دلك الصومالية وادوك سونتي amhaaro dadka la yiraahda waxa la saaray cadaawadi diineed waxa tan u dhahad meesha waa laga saaro walaalahan ha laga qanciyo dadka hadaa runta doonaysan anagu hadaanan ka tanaasulin diinta iyada ayagu toodi kama tanaasulin cadaawadi ay noo qabeen kama tanaasulin ayagu ninkii tagay iminka uu garanay ardisaba waxa laga hayeesiyay tv ga ardisaba dagaalkii 777 ayaa laga hayeesiyay hada jeeraale إن لا تعلي على دي دتك إثيوبيان كأي سومالد كده هيد إن لا صامو شيء مركلي تو هذه شرالة لكن واسدا ندين شيء قام أنت جنا ندي سومالي هدي لجدي لقلبك وأي مصلحة يسر تي يدنايسي دلك يدين تينا فرها لقلب حي دتك هنا إن درجات تدو دي أي نقطة واسدا رجعي قال تاجر إنتو دي بطنيت intii kalena ay ka fog yihiin maantayto halkii nabadeed waxay u baahan tahay arintaasi inay ceel ku dhacday laakiin sida looga soo saari lahayd u baahan tahay ashidan kull askar wabat billahi yakfur وراح بالكفر يجهر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر فالله يملي وينذر إملاء غيري مقصر وسوف يعلي ويظهر جنوده غير مؤثر فالله يملي وينذر
إملاء غيري مكصر وسوف يعلي ويظهر جنوده غير مؤثر عليهم أي منكر من كل قوم ومعشر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع محاضرة وأسئلة الله شيئي وكهد للدونة قيادة أمهجانك يسامين تأكلي هاي مصيرك أما ماشا يكدن بيان أمده هجانك وحكم دي مواضيع دا لبعتدكو هاي أمد الصوماليات. وحنا أبوك على أنت أنا محاضرة بلابين صور من وراله يسوع دري إن عندك ولا تسيء عندك إغلاق يبقالن صور كاس أنت أنا كهذا الموضوع هجانك إيو سامين تقولي، لكن مع الأسف صور كي لما ضاعون كرتان، لكن وحندين إحالينا يا أم آن إذا ندير الدور عم رب لنا تكهر الدون تاني إن شاء الله تعالى. صور كاس وحلى إلى هذا الصورة التي اهتز لها العالم، صور كي أدومك ولجلك شيء، صور كاسوح الصورة كوبان كبحناية ومدى صوماليات يهجان حمالة هايستة يمريه كبه شيء، صور كاسوحي هاي المير أو صوماليات وآدو معلوشان يعني آدو قاتشيسان قلفوف نقضي تقريبا ومال سلاح فردية وهذا بغتق عنتها أي أكتشوكتو، لكن ولي الماس ونولي ولي الماس ونولي هاي، لكن هذا سي وحي توقع عيسى ما في ليسى إنه المهن مردو بغبغاقة تشوكين دونه صابرت المركة عندها إيو كليها إيو أي مركة وركتشورتك كلا بحضن. صور كأنك قاضي قالك ها مدبل أكدب استرايسي دبريشن يحضا قد عاي قال هذا مركة قاير كود محميلي كران قال هذا وقت قن شوكته وحيانا ضد بدن المسلمين أو إسلام شاقنا يا حميلي كران أدل قادم كران ظروفها هذا يدق على الله يدبك يمرب بدن ديك يوحى ضادنا يا ولا كي ما أركين سادر تذمر كأو حلا يا باين أنا أدل قادم كرين نكى صور كأقادي وابستلي صور كأصدق قاركو يوحى إلى هذا وحلا كأقادي السودان أو المها سوى السودان السوداني، لكن صدق ببتاعه الصومالي ونكى يونايتد نيشن كاي سنشري سجى شمالي بدرس قالي مصر جاها صور كأسوي حكم لها صور ردي يعني لو أديك سري مركي لها يعني إذا ماذا يونس صمت واحد صمالي هلا كانوا صور رجل استعمالي وكم ذها وضدك يعني واحد يدور لها اللي بوك عيني ولا لها وما تصعبها بأسن باجرت صور كاسي وصور معروفة ضد جوجل كات كوبا دواهيلي كريس عربي كلي يكو قرطو الصورة التي اهتز لها العالم يسوقوا كمنان بيج كمنان صفحة وأدون كل يعبي والميرو سبيه والنول ولي ونفتي كترته، لكن هادي كور سوغيسو انتو دباغاقة تشوتشونا يكاعنيسو وعلى بيه بلا استرابة واسغاشان نبي ومركي الله رباتيسنا، لكن هادي اللفتي إذا وعن فيلي عين بضان عناك مدنين انو عرقنا يضد هارق عناي صوماليا ضد هارق عناي صوماليا انا انو داواني او شاشدها كداواني بان فيلي وحيلتها مركة انت اسئنا يكون في لانتهاي قيادة حن امه هقان حن محاكد لانكرا هقان حن وحاكد لانكرا
إن أدوغ أو نول إنه سبيا إسوغ أو نول أو لي أدوغ أن كتين أي هاد كور سكتو إن أي مركا نولاشو كعنتو هوغانكا يا محاضرة نحن قايمين دور هادا لك دور غلط أهمية أي قيادة دولة هاي هوغانكا هي أهمية دولة هاي وحنكو حجين دوانا شرعي غاية دينتا أنه مكا هذا شيء هوغانكا هي قيادة حنكو حجين دوانا hogaan wanaagsan iyo hogaan xun oo taariikhda Soomaali iyo saameyntii ummadahooda ay ku yeesheen gaar ahaan caalamka Islaamka waxaan ku xajin doonaa ayaa istaahila inuu ummad hogaan noqdo khaasatan ummad muslim waxaan ku xajin doonaa hogaanku xaq uu ku leeyahay ummada iyo xaq ummadu ay ku leedahay hogamiyeheeda kadibna waxaan ku soo xatimi doonaa dardaarano iyo iska tawsiyad maxaadarada muciyo هدي الله كده إن شاء الله تعالى أنت أسمع نقول دونا بإذن الله. هو جان كورا ليال وأرنا هدي هذه مهمة. سأدرس بإلهي سبحانه وتعالى قرآن كيس كجاهم ذي نبي قلنا سنة كجاهم عليه الصلاة والسلام. وحلا جاء الله غفك سامالي ياهي. إنا إنه وحوينا مهمة أصي أرق. هو جانك أو غف إسكت عجاره مجرد إنه غيره بليهاي. أما إنه إسكت عجاره كله إنه مقلعي سوى بيب بيس ذكر الله يو هذا في عنكو هذا الله يو واحد منه. وانت ابا اي كسمنتي ان هوغانكا اد ددكو انا اوغو فيرسانين ور قفكن هوغان بكا دغيتو خغيبا كوغو فيري دونا واحد اوغاتا ولا ليال هوغانكا الله سبحانه وتعالى و هو دورتي بشر كو ابوري كو يغو خير كبدنا يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق با الله سبحانه وتعالى سو النبي سيدنا داوود الله عليه السلام داوود ادون كان وحنو كاغا دغني با ليره مسؤول ايه ضدك واحد كو حكمتا حق كو حكم ونبي الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين كان ونبي الله إبراهيم عليه السلام وإلى إليه إبراهيم وحن كاغدقنا ضدك مد قائده مسؤوله إماما يعني كاغدقنا نبي رواه عليه الصلاة والسلام مركو ربنا إسرائيل كان حديثك صحيحة معروف كانت بنو إسرائيل تصوصهم الأنبياء ربنا إسرائيل أنبياء هجام ييال وهنشري كلما مات نبي بعث نبي مركي نبي انتظى نبي عصبا لوسو سارجري هجانكو إيا هم يد أوليه هاي وحاكو تصينيا ووحيالها إلى هاي مؤمنين تقويا بوهاي إني أدوم كان إياه وكتلنا إياه رقيادة كنقنايا وعد الله الذين آمنوا وعملوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وقال رب الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وحيا لها مؤمنين تا إلهي أوي وهي سبحانه وتعالى ومنين تحيا الله وهي صدرت بادر كيسا قيادة مركة أهمية دائلاتها ولا ليه ما دام أوه إلهي سبحانه وتعالى وأنبياء أدورتي أو بشر كو أبو ريكو يغو خير كبدنا قلبك الله يوحي دينتي أنا مكان هذا شو هقانك يا هقان يا نقنكرا أحكامتي سمك هذا شيء ما إنه سيني دوني نكيلي ناو ريه بلو انت صوصا ريه بلو إذن انت صوصا طب يا نوحي ويمارت وكا بس هقانكو وحقولي ما داما إسلام هاي وصلاتنا لقاها بلي أما أنت عدان دمعوه صلاة معين سوقي إنها إلا نسكن محاضرين يلا ما يلا بضع صد أحد أفرته أنت وقتك صلاة معين بكتبه إليه الميسان حليلي صلاة معين واجبه إلهي باكها الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله بأن الله يري مركز شيخه يعني واحد إمارة موضوع سوى الدين أنه غير كادي لقاية لما إلا صلاة وقتك يبيعد كعيارته سيدا سلم إذا أي أحكام تقيادة يهجان كان إلهي أبه الله سبحانه وتعالى وحيارها ومدى المسلمين تهي سبن كان إن بضل وكمدي أي دليعين وكتغان لكن كوية شيء يعني سامين ويروحون مركا كوية شيء إلهي وكاد سبحانه وتعالى مروح الرب أبه الله أحكام تقيادة إليه سيدا إلا أطيعوك له يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بإلهي مؤمنين تيوه الله أطيع والرسول كيس أطيع وكو إذنك إذن تنين إياه أطيع بإلهي ليه سبحانه وتعالى مروح الرب كهد ليوحي قيادة سوحكو حكومي لها إيه
رسال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعني آيات فربهم بإلهك قابل سبحانه وتعالى قيادة يوحي حكمكم من هاي أحكام قيادة ساسا مركا دينتين أي غورهم تي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأتوحديثك صحيحة أقول إياي عفوا حسنك إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل تتكى وحي إلى أكتس العبوش علي أبنى مجلس لو رب سبحانه وتعالى إمام عادلة وأبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر تتكى وحي إلى أكتس العبوش على البنيه ورب سبحانه وتعالى أكتس العبوش على البنيه إمام جائرة من قائده قامياه ومركاده عدالتهم وأن قرن يسأل حديثك صحيحة ها تدبض هارك إله إلى هارين دون ما لنت قيامة إنه كمده إمام عادل إمام عادل إمام عادل علماء لنا مسلمين تو مركا كهر ليا قيادة إيه قانك إيه سيدة اللي قصوا دورنا يسوه كو إمان إيه إيه كتب بها اللقاء اللي فيه كتب السياسة الشرعية اللي يعني واحد كتب بها اللقاء اللي فيه علمتنا المسلمين تو أي كلين أحكام بولي إنه نين نقضو إنه نقف دمرا نقن إنه نقف إسلاما نقضو أنه قال يا منافق نقن إنه نقف عادلا نقضو أنه فاسق نقن الميرو السبي إنه نقن نقف وين نقضو قانقاره وبالقه ومذكرة إيه وحلا متكع إنت صديقا أقدك تو قبلك موضوع أهمية قيادة لا يبهاي يدين تنوني قيادة كهذا شيء حلو قد بيا مركة قيادة وناكسن إيه قيادة حمي هجان وناكسن إيه هجان حمي أدون كان مصامري خاصة ضدك مسلمين تأم مصامري حديث أي صامرين محايد حرسيين هجان كان وناكسن محالة قد أحلي هجان كان حماسة محالة قد أحلي وحانو مالانا يا مركة أيان مركة مقارنة كو سمين كرنة اسبر برئي كرنة إنه ما أنت هجان إياشين إيو مركة صفقة يكون بيريان طالما مكو حم بيكون بيريان مسوح كبير يا أن طالب صفقة ونكسب كبير يا وحلا جاي وقاركينا استرادان أرجع سوى إسكب ذيه وإسكب معروف وضد كده وضد أبيهين محل جش وليه طا إنه جانكا ومدى الصومالي الحمي هاي إنه الحمي أنا دوحة أدري لأن أنا ما أنت أنت إنني هل كم فرفرنا وقفيتنا إن أنا قفيتنا هاي وأنت إنني هل كم ولا فرفرنا باب الدليل واقع أنا بالدليل وأه إنه جانك إنه حمي هديه وقان كن وراكسنيه دلوك إن كمان عند معذنين وما ينصوق إحنا ما صوّع الرنين وحلاوة مرة قف كستاين يسترابا مركز شيء سائر سجام معروفة محل جسوا العلنا حل جسوا العلنا يا الله وش وش يقولنا إيه أي سلاط هاي يعني هدنا ولي نوضعين هقان كن حن يهقان كن خطرت يعني واحد إمارة ماشى ونبض بيسين كرب إنا يتعامل عادم هريسة تحسين إن ولي هذا فهمين markaasina wari qaarkeen durbaan si garaacayna dad aan habooneyn in loo durbaantumo qiyaadada wanaagsan iyada tusaaleyaal aad u fudud baan ka bixinayaa hadii aan la ka dhigin insha Allah ta'ala waxa kamid ah ugu horeeyay nabiga Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) saxaabadiisa sida Abu Bakar Umar Uthman Ali dadkii islaamka umada gaarsiiyay iyaga dabadood Umar ibn Abdul Aziz yaani waxa weey dadkii islaamka meelo fara badan gaarsiiyay dadkaas waa namaadij wanaagsan وقيادة في عنا قيادة حن أما هجان كحن وموضوع إنك عاد كانوا سامين إياه يلا بتسأل كسر قاضي إن شاء الله ربولي بينهم كير نير هذا تسأل وحيه وعلى بيا وإن بدر إنك كم دينين مقلعي حروب الصليبية دولا إنك مسلمين تلقوا سو قاضي أوت بلادنا بيت المقدس لقى قب صبي يعني واحد إمارة أنت دولا لقوا سو قاضي حدود شنبقال قرنية شنبقالات تاريخ الهجرية أو مسلمين تأوّد بدن ليه؟ شرمل يا فرنسيس يا إنجليز إسواتا هو أوّد بدن عذاره؟ أنت كسر دولان لو كسيدا أفق دوم صور رعان عالم الإسلام صور شيران أي مركا أوّد المسلمين تيم يدان ومركا مسلمين تقب صدام بيت المقدس كقب صدام سان شيء دون بقلال كن يكمنان كن وقف أو مسلمين أي كل عيان مدة لابد بقوله سنة أنا يا هايستان لابد بقوله سنة أي كوكا المسلمين تونس كحرية كاسوة تصالح
إن تصن دونا شرح دونا سيكون تمام ده على كذا محاك اللي فيه المسلمين تو مرأي جارين يعني واحد ويمارك تأندرس فرتان أو لوكا جارين مرة يجا أبعد ودي اللوين حيلا أقول مهم سنة واحد كم ده المارك دونا هو جان كحوني هو جان كونكسن هو جان حمد وخطرت عيله إن أي كيري كرتو إن جروا على ذات كوبس وقلا تصارح الله بعدي هجان كحولي هجان كونك سنة نكبي حين دونا واحد ويأندر استهدى إنه شيء جيني لفت إذا موضوع عسوا موضوع رنتي مضن إن أي نهدى إنه صوالي إنها أنت إنه ولي بشاك حرير كبي قلنا أي نقاط نفت إنه أبوس وعلي إنه أولي بعروت إنه وشاك إنه حي علي أندرس لك هذا إسبانيا برتغال لو يقال إنه وحي أهايان دول مسلمين تو أي سداد بغولة سنة كتلني سداد بغولة سنة يا مسلمين كنا ولا ينو كتلني علماء وأولى مسلمين أجلاء أي كسب أحد، وما أنت إن كتبت ولا وحكبرنا قاضي عياد وكم ذي ابن حزم الظاهر وكم ذي إمام القرطبي وكم ذي هاي أين أنترين كريم هل كأي كسب أحد؟ إيه بسبب كود الله يا رأينا إسلاميين إن أنا سيد عرنت كودن بين دوري مساجد أي واقع علماء سجوعين ما أنت أي كنائسه مسجد كإمام قاضي عياد وجوعي ما أنت وكنيسة حتى كنيسة الله سيا حتى الله ما ركت دعوشة تجمع إيه سيا جامع قرط الله وكدن بي وكنيسة الله عبادة تجوي سووا لي مساجد ده ما راح أسمرك واحد إنه بيحين كرائيل يفهمنه دون إلا واي كرا أمضنا إلا واي كرا بدون كلا يكتي كرتو تاريخ لا يكسول كرتو لو ران كرا واي بعد عن كاسي تشري ترين أو قرون أنت على أجمل سلاس وكنا ولا لكن آخر كيلو واحد وحفلة يا الله ملاط صالح أنا أقولك عن دون هذا الله كده إن شاء الله تعالى بإذن الله أندلس يا فرطي ينسج عنتو إذا لجوه أي وتصالح أنت آذي هذا النجمار تمان تينوس عميني أندلس بدك يا فرطي يا مسلمين تها مرجع تاريخ ودي بدراسيسه وحضر كيسائني وتين هجارة دونكسن كسر بلو موسى بن نصير رحمه الله من أولياء الشنيس ديت انشربوا هذا لرداء ديسو مركي وأخذ تدي إن أوصل المغرب العربي تشوفه لو كان هذا الله يقانه الجزائر هي مراكة هي الله يقانه تونس يسوى تشوفه إنه مركا كلها مين وإسلام كل كعرسيه شنيس ديت تنشر عيد المركا كحيستي دولي هل كان معرض إسلام في كعرسيه أيكو قادتي عيد ما دي أقدر يقارن كم ليه إن أي معركة أما دقالين تو قبل صدي صدح ماله ضم مالي أي كشهيدين عيدا لبيه طبعاً كن أوقف عفر أفر ماله ضم مال ربع لبيه طبعاً كن أوقف إيه إن أي صدح كن أوقف كشهيدين وكذا إنتين لمن كي أندرس فرطي الولد مركز تاريخ وذكور رميان ولادها أي مضعها أجلدها وحكم لها سمح بن مالك الخولاني من كأسوه مساجد كعبادي سنة يلي بد لي رحمه الله وحكم لها عفوا وعبد العزيز ابن موسى ابن النصير من كمساجد كاللي بد لي وحكم لها سمح بن مالك الخولاني وحكو شهيدين معركو دقال سوه كتشرا فرنسا مقالو كتال تلوز لي رادو كدقال لمي وحكم لها عمبصة ابن سمح اللوكاني isaguna isagoo macaraka faransa ka dagaalamaya oo magaalooyinka tour iyo bordeaux iyo lyon iyo boatel la yiraahdo soo xoreeyay oo islaam ka dhigay oo dabad soo noqday inta halka gaaba ku qabsaday ku shahiiday waxa kamid ah abdirahmaan al-ghafi qowad aad u garanaysan oo isaguna macarakadii balaad shuhada ku shahiiday waxa kamid ah uqba oo isaguna ninka ka dambeeyay isna macaraka ku shahiiday waa imma shaqadu ay tahay إنا إسلام كفديان كوا سوا كوي إسلام كأندلس جارسيه ما هاي اسم بدلي وها اسم بدلي كوا أبو خير برهن عندما المسلمين تقاركون مع العنادين سلام الحزمين وكلا رحمه الله إنا مرقى كوا بدلي أي مرقى كانتي وحي الرقى سيقول لنتين أو الشهيدين أو ليقوا ذا أضاديين وكما ناقف لوهي أي مرقى سير قعانت وقبحان waxa lagu waayay gacanta uga baxayna ay ahayd kaliya inuu qofkaasi umad xukumo
waxa soo baxay marka casr la yiraado casru umara al fitna waxaan ugu magac daray dakarna casri casrigi wuu looris ka weyn oran karna waxaan oran karna casrigi nimankii dadka dhigooda ka ganacsanay casr aynkaas marka muslimiinta markii la soo maray casrigaas marka wuxuu keenay in dulis la waayo waxay qaadatay casrigaas wuxuu bilaabmay sanadkii 400 casrigaas bilaabmay ilaa iyo 400 sano ka dambeys ayaa muddadaasi jiitamays oo muslimiinta ay isu bedelayeen fatraad yar yar mooyee zamanay yar yar mooyee ay isu bedelayeen kuwa iyagu doonaya kaliya inay dantooda shakhsiga oofsadaan masaalixooda daatiga ay leeyihiin kaliya inay oofsadaan oo marka ummadii islaamtu aan ku fakaraynin taas marka waxay keentay inay marka undulus ay faraha ka baxdo tusaaleyaal yar yar baan ka bixinayaa nimankaas undulus waxay u qaybsantay waddankii yacni waxa weeye halkii amiir lahaa wuxuu u qaybsamay wadamo fara badan magaalo kastaaba waxay noqotay dowlad iskeedu taagan madal saragosa saragosa ay muslimiintu u yaqaanaan laakiin hadda waxaa loo yaqaanaa saragosa iyo barbashtar labadaa magaalo waxaa boqor ka ahaan jiray baa layidhi waqtiyadaas waqti ka mid a nin la oran jiray suleymaan ibn maxamed ibnu huud almustaciin billah ayaa ninkaa lagu naanaysi jiray ninkaasi markuu dhintay wuxuu boqortooyadiisi u kala qaybiyey shan wiiluu isagu dhalay shantii wiil baa boqortooyadii isku laayay waxay kaliftay mid iyaga ka midi inuu saddex walaalihii ka mida intuu xabsi geliyo indhaha ka musmaaro indhaha intuu musmaar dab u geliyo uu markaa indhaha ka tuuro aakhirkiina marka uu dil ku xukumo labadii soo halayaa marka iyagu dagaallo aada u fara badan marka ay dhex mareen boobkii kristanka waagaa u tirin jiray qaybta katoliga oo la oran jiray aliskandarkii labaad markuu arkay waaqaca muslimiintu ku noolyihiin khaasatan saragosa iyo barbashtar ayuu markaa nimanka kristanka wuxuu u iclaamiyey maantaynu fursad haysanaa ha lasoo dhiciyo dhulkii muslimiintu inaga qabsadeen waxaa markaa soo duulay ciidan isugu jira isbaanish faransiis iyo dadkan fayganka ay muslimiintu yacni waxa weeye lafdiga hada yar taxriifiyaana ay u yaqaanaan waa dadkan iskandinavianka ku nool ciidan aada u fara badan baa markaa nimankaas soo aabuleen xaggay isaga imanayaan waxay kasoo duulayaan meeshan hadda inagu aynu muxaadaraad ku dhiganayno faransa iyo intii baqaayaadkii maaragtay ismaayoolka ka hadhay ee weli iyagu aan muslimiinta isu dhiibin labadii magaalo lagu soo duulay oo laba magaalo iyagu isku mashquulsan waa muslimiin kala tafaaruqday sahal bay noqotay markaa inay qabsadaan 4 cishay xisaar ku hayeen markii dambena magaaladu waa isdhiibtay khaasatan barbashtar waxaa la yidhaahdaa 9 bilood bay meeshaa joogeen 4,000 ilaa 100,000 oo qof inta u dhaxaysay ku jireen markay magaalada ka tegayeenna waxaa la hore waxay usoo kaxaysteen 7,000 oo gabdhood oo maaragtay wada bikra ah gabdho ah oo ay xusheen markay magaaladii ka baxeen ayaa markaa kuwii xukumdoonka ahaa ee iyagu aan islaam iyo damiirtoonihiin aanu ku jirin markay arkeen meeshii in gaaladii faaruqsay oo dantooda ay ka dhammaysteen ayaa markii kii mustaciin billaahigaa markaa uu meeshaa soo galay waaqacaas markaa wuxuu ku tusinayaa duruufta muslimiintu ku noolaayeen dad caynkaasi markaa ma jiri karaan lafaha kala tafaraaruqsan oo bimacnaa maaragtay qiyaado xun iyo hoggaan xuni hayo oo aan ummadda danteedii aan fiirinayna isagu maslaxadiisa shakhsigaa fiirinaya ma jiri karta marka ummadda caynkaasi waxaa ka mid ahaa waaqaca muslimiintu ay soo mareen magaalada la yidhahdo tulaytala waa caasimadii isbaanishku ay waagaa marka hore caasimada u ahayd inta aanay madrid u bedelanin caasimadii waagaa ay lahaan jireen intaana muslimiintu intaanay qabsanin magaaladaas nin la yidhahdo ismaaciil ibn cabdiraxmaan dilmuun baa oday ka ahaan jiray muslimiintii baa ku kacday markay dhaqan xumadiisa arkeen ninkan waa lasoo saaray marka ilaa nin la raba maahe dadkii waa iska soo saareen fernando alawal gaalkii isbaanishka markaa madaxda u ahaa fernando la oran jiray buu u tegay wixii warniyo magaaladii waa rabaan hadii soo dhiciso waa la soo celiyey isagoo maaragtay saafihii gaaladu hareeraha ay kaga jiraan ayaa magaaladii tulaytila lagu soo celiyey si uu markaa meesha isagu uga taliyo madax uga noqdo dadkii mar labaad bay ku kaceen markaasaa lasoo saaray markaasuu mar labaad isna wuxuu u tegay gaaladii buu u tegay
markaas iyo markaan waxaan rabaa waliba inaad ugu dartaan tolaytala balansiya oo magaalada valencia loo yaqaan inaad ugu dartaan oo labadaba aad isoo dhicisan daraafada jirta waliba arinta ajabta badan jirta balansiya waxa markaa oday ka ah oo isaguna mid kale oo meesha maartay dawladda yar ka aasaastay madax ka aha wuxuu ahaa mid isaga odayga kan uu sadag u yahay والله رسلنا الله بحيد الحتامة تقعنا هقفكوا هدو قيادة حمدو يعني وحاولي ماركتي قبيل ما تقعنا أو قبل ما تقعنا أو ضد ما تقعنا أو ويل ما تقعنا أو ولد ما تقعنا هم ما تقعنا إسلام نبا إسكبر ناف وحاولي المركة اللي بدأ مدار سكوير ميسد من دورة تي إنان كأو صدق أو أها وحكومة يبو دورتي ما يالي الأمركة اللي قد دولي مسلمين تي ناشا تشوبي داس كمان دعين كران قالي سواتيه iyo magaalada kaliya waas diba saddex shar dibaan aragteen waxay dhigteen qofkii doonayo in magaaladan ka baxin loo ogolaado ki doonayo in ku noolaadana in loo daayo isaga markaa baad bixinaya qodobka wad qodobka labaad jaamica weyn saajid ka weyn falansiya ku yaal in aan markaa kaniisad loo bedelin maxaa yaraa waxa dhacay magaalada qalmariya la yiraahdo portugal ku taalo muslimiinta sidaas oo kale looga adkaado isu dhiibeen oo iyada lafteedu qiso runtii muunima ah iyagoo muslimiintu isdifaacay ayaa kii meesha ka talinaya gaaladii u tigay kadibna gaaladii oofdi soo dirta waxay muslimiintu ku yiraahdeen maxaa ka dagaalamaysaa ninka madaxweynaha anagu nala joogaa arrintaas markaa waxay keentay niyad jab ilaa ninkii qaayidka hadduu yacni waxa kii lala dagaalamayay cadowga hoos galo khatar weeye markaa waa arrin musiiba magaaladii marka gaaladii waxay ka bilaabeen in ay masaajidkeedii kaniisad markaba u bedelaan ay ajaraastii waaweyneed markaa ay dul saaraan muslimiinta marka qisadaasay og yihiin markaasaa la yiri waa inaa masaajidkan kaniisad loo bedelo shardiga labaad shardiga saddexaadna yacnii maaragtay in muslimiinta loo ammaangeliyo maalkooda iyo awlaadooda bimacnaa aan maaragta laga dhicin laakiin shuruuddaas dee looma oofina mar haddii laga adkaado yacni waxa weeye maaragtay ilaahay baa qur-aan ku sheegay oo gaaladu laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dimma gaalku haddii aanu awooddaada ka baqaynin balana ku ilaalin maayo yacni waxa weeye maaragtay wuxuu xeerinaya male xuquuqul insaan baan jiraynin yacni maaragtay bani aadamnimada insaaniyadda iyo waxaanay sheegayaan baan jirayn qaanuun baan jiray waxba ma jirayaan mar dii laga adkaado sida laga adkaaday taas walaalayaal waxay dhaxalsiisay marka muslimiinta oo taariikh dheer waxay dhaxalsiisay qiyaadada caynkaasi markay soo martay waxay markaa dhaxalsiisay in markaa dhulka la waayo sidii maalinba magaalo loo waayayey muslimiintu u daciifayeen kacdoonkii ugu dambeeyey muslimiintu sameeyaan wuxuu dhacay qarnigii 700-aad waa intii yacni waxa weeye maaragtay aan aad la isu dhiibin oo waddanka aan faraha laga saarin hal qarni kahor baa kacdoonkii ugu dambeeyey muslimiintu ay sameeyeen kacdoonka hadaba akhribaan qisadiisa aad baad u naxaysaan dadkii waxay u adkaysa waaye waxaa lagu sameeyey waxaa lagu soo rogay shuruud adag waxaa lagu soo rogay iyadoo dhaqanka waagaa jiray oo ahaa dumarku inay iswada asturaan xataa kuwa gaalada ayaa kuwa muslimiinta waxaa lagu soo rogay inay igu isqaawiyaan oo gabadhu ay timaheeda iyo wejigeeda muujiso waxaa lagu soo rogay in aanay dhar islaam qaadan karin magac islaamna la bixi karin waxaa soo baxay maxaakamu taftiish wixii la odhan jiray in qofku imaa inuu gaaloobo iyo imaa in la gubo wax uga dhexeeya aanay jirin dadkii markay dhibta u adkaysan waayeen iyo markaa waxay ka sameeyeen magaalada qarnaada la odhan jiray waxay ka sameeyeen kacdoon bay ka sameeyeen way awoodaysteen oo magaaladii bay qabsadeen markii magaaladii la qabsaday oo muslimiintii isu bahaysteen oo laysu yimid oo weliba ay u cidirsadeen yacni maaragtay maqrib alcarabina u cidirsadeen oo ciidan islaamiga weliba usoo socdo ayaa markaa waxaa soo baxday mas'aladii weligeedba jiri jirtay waxaa la yidhi markaa waynu guulaysanay cadkan marka see u kala qaybsanayna cadkan see baynu u kala qaybsanaynaa marka xagee ka guulaysteen waxa weeye guul yaabeetoona ma hayaan yacni waxa weye taasi markaa waxay keenteen markiiba iskhilaafaan iskhilaafkoodii waana markaa lagaga adkaaday ondaris marka dadkii furteen waxay ahayn qiyaadada wanaagsan ee dagaalamaysa ee wada shahiidaysa macrakada ku dhimanaysa dadkii gacantooda lagu waayayna waxay ahaayeen dadkaas walaalkooda indhaha ka tuuraya yacni waxa weeye maaragtay sodogii aan xeerinaynin magaalo yar inuu haysto mooye ee isaga wax kale oo maaragtay yacni maaragtay uu ku fakarayaaba aanay jirinin waa duruufta maanta inagayn haysato wey waxaad maqlaysaa baarlamaankii baa shiray
adiga raali ahaan dadka qaar kooda ay u arkaan xasaasi inay waxa lagu leeyahay baarlamaanka Puntland baashirayo oo qaraaradkaas soo saaray had maqleysa baarlamaanka Soomaaliland baashirayo oo qaraaradkaas soo saaray waxa maqleysa waxa soo socota dowlad la yiraahdo ama wada la sameeyayba magaalad yaani waxa qaybta baa laga sameeyay waa galka ayo qayb kamid aha qaybina waxa laga sameeyay dowladda Puntland qaybta kale horti kale maxay ahayd ya xasuusiyad galmudug galmuduglan duruufta ay kaasa intaas oo dowladda kalena way soo socdaan waxa laga yaabaa hadii qaar kooda u suurta gali karto tuulada uu ku nool yahay lafteeda Soomaalidu website-ka iyo Soomaalida arkin website kasta oo xambaarsan yahay tuulo magaceed tuuladii uu kani kiyid iyo xambaarsan waa ceel yaani waxa weeye xoolo ka cabaan mid baad ay suurtagal u tahay ceelkaas inuu dowlad ka dhigto dowlad ka dhigan lahaa oran lahaa ceelka magaciisa inta shooga laana dowlad ka dhigan lahaa ummada caynkaasi ay akhwa waxay shabahaysaa ficilan waxay shabahaysaa duruftii ay ku wan mareen yaani waxa weeye waa wadooyinka hadii ummaduhu ay qaadaan lagu waayo waa subulka hadii ummaduhu ay qaadaan lagu waayo dadka caynkaas ummada saaw kala qayb qaybinaya waa qiyaado iyo hoggaan waa qiyaado iyo hoggaan wali la daba socdo qiyaado iyo hoggaan wali la rabo way hadaan la rabin la daba socnin may jirin way tusaalaha labaad waa xurubu salimiya muslimiintu yaani waxa weeye waxay ka dagaalameen 1990 taariikhda hijriga markay ahayd waxay marayeen yaani waxa weeye maalatay Portugal iyo Spain bay marayeen marka laga hadlayo xagga galbeedka dhinaca kale yaani waxa weeye maalatay boqortooyadii furs bay baabiyeen tii Roomaanka Byzantiyaday tirtireen ama khatar aad u weyn geliyeen suuunta caynkaasa soo maray ahdi ah khaliifku intuu daruur arkay inuu yiri daruur yahay meesha doonto ku da oo adduunka kamida khayrkaaga anuun baa la ii keenaya dadka caynka ahaa heerka gaari waxa soo martay muddo 200 sano taqriiban waa qarnigii 300 laga soo bilaabo qarnigii munfadalka markuu dhamaaday ilaa qarnigii 500 bartankiisii 200 sano taqriiban waxay soo maran duruuf aad iyo aad u khatar ah duruuftaas oo kaliftay in marka laga qabsado Shaam oo dhan laga qabsado yaani maaragtay Allahumma sal Hijaz in kamida Masar khatar gasho caalam muslim marka tolo maxaa baaqi noqday aad isweydiinaysa hadiiba u bucdiisa loo yim tolo maxaa kalifay waa su'aal maxaa kalifay tolo iyada marka xoogaa yar sharax aan ka bixin doonaa daal ka dhigan insha Allah ta'ala waxaan su'aal ka bixinayaa caalam muslim waqtigaas sidee bay tolo ahayd duruuftiisa siyaasiga sabab xaaladu siyaasiga sidee bay ahayd Baqdaad oo caasimadda muslimiinta waxa ka talinaya niman la oran jiray booyiin maashi caadi ahaayeen caasimadda Baqdaad ee khaliifka islaamku joogay suldaanka waqtiga ka talinaya wuxuu ahaa nin shiici ah Ibn al-Athir rahimahullah markuu soo raray waqtiyadaas wixii dhacay wuxuu leeyahay ahdaastii 312 وهو يري وكتب الشيعة في بغداد بأمر معز الدولة على المساجد بلعن معاوية والخلفاء الثلاثة وهي الشيعة كو قران بو يري الباب بدا مساجد دا وهي كو قران يقدار هذا مساجد دا لعند معاوية لعند ايو اي ابو بكر يا عمر يا عثمان اي خلفاء عباسيين بل وفا امر صدح بقول يلا بيو كنتو كي واسند كدب ممكن مركا yaani maartay shiiciga muciis dawlad la oran jiray khaliifka muslimiinta magaciyaal buu markaa ahaa ninkan baa oday hotelinayo awood leh wuxuu amray inay dadku xiraan dukaamadooda suuqyadoodana xiraan yaani maartay magaalada u soo baxaan dumarku dhar madmadow soo qaataan la baroorto la qeyliyo maxaa loo baroonaya loo qeylinaya waxaa loo baroonaya loo qeylinaya Xuseen ibn Cali radiyallahu anhu dilkiisi الحاصل وحي نقطة مغالدة بغداد عاصمة المسلمين تو مالا الشيعة كتنسو مصر وحا كتنين ايه نمانكي لورنش الفاطميين تو يغنى الشيعة ماشا اللي الى البحرين
waxa ka talinaya nimankii baatiniyada ah oo qaraamidada la oran jiray. Qaraamidadu waa nimankii intay ku duuleen Kacbada Xajar al-Aswad ka qaateen oo muslimiin fara badan meesha ku laayeen, markaa yiri ilaahii maaragtay soo diri jiray shimbiruhumee. Nimankaasay ahay Ibn Kathir raximahullah markuu qisadooda tacliiqinayo البداية والنهاية من كان سحليه. ولم يعجل الله سبحانه وتعالى على عقوبة هؤلاء الملحدين. إلهي سبحانه وتعالى كوا ملحدين تاع عقوبته دي مسودة دتشين كما عجلها على أصحاب الفيل. سيدي نمك أصحاب الفيل عقوبته دي مسودة دتشين إلهي كوا عقوبته مسودة دتشين إيضا وليبا كشر بضان كوا يكسود لك عبادة وقت النبي قد شيء عليه الصلاة والسلام حيالا كوا سوحي هايان أهل الكتاب، لكن كوا كانوا وملحدين إسلام ما شيء غريان. إمام ابن كثير مركا وتعليقنا يا وحليه أما بعد نزول الشريعة فالله سبحانه يريد من المسلمين أن يدافعوا عنها. مرد الدين إلى سودتي مسلمين تعالى قرر شمبر الله سودر الماي إيه كعبوه الدفاع ذاك وأن يعظموه إليه وينيان ويقارع الكفر وأهله كفر قال هذا ويمارة كفر قال أهل كيسنا مركا أيه وأي لدك على ما ما أنت وحن أركينا بيت المقدس وحلقوها أيه خطب آد عجيب رما سعته المسلمين تيجوا سكسو تكتاعن قبل هذه كوار المسلمين تأي سراد وتكون شرين نبي أن محمد الله قد بني عليه الصلاة والسلام ما أنت وح خطر وشرين الدمو سؤال ما سعتان أنت سو وشرين الدمو يهود وحي أي كبس الله المش هيكل كأي مش كبس الله هين حجر الأساس كيسي بقي حين أساس كله غدا قال هود يارسين sanad kasta gaari baa lagu soo qaadaa dadkeena daayada hadaa oo inaad aragteen baa laga yaba marba falastiniintu aad ugu kaceen oo buuq badan ka dhashay sanad kasta dhagaxaas waa la soo qaadaa isagoo gaari lagu wado dabadeedna masjidka agtiisa la keenaa waa dhulka la dhigaa dabadeedna dib baa loo soo celiya ama dadko dhan baa wada daawada muslimiintu maxay sugayaan dadka qaar waxa laga yaabaa inay yiraahdaan walla maalinta ilaahay yahuud u rabi lahaa waa maalinta ay baytul maqdis ku taabtaan buu ku leeyahay بيت المقدس على الله رضا الدفاع قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة كلكم وحي غارت وارتكبلوا أعداء كل دباتين شيئا فشيئا مسلمين تساس على غربة لكن هو طيرا أبابيل بالله صدر يا شمبرا الله صدر إلهي غربو كل ربي صح إلهي أود وإليه سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير لكن هو يعني إنه قلنا وحي أنه ممتحنين بأنه كنا واجبات كأيه تكاليف تلعين صاري تاسوا حاجة دينتا مسلمين تو عفواً أو بعض الدين جاء يدّد كأطرنا سياسيين تمرك أوها وحيها يدّد كفوق منهجك صحيحها شيعة يبغي يسافركش ماشى اللي راب بغداد شيعة كترنيس بوهيمين مصر هي المغرب العربي ودنا فاضلين بكترنا يا شيعة بحرين قراميل كترنيس وباطنيينا ماشى اللي رادو يعني ما رأت يسوع قضاء اليمن نبيك لورنج سليحيين تكتلنا يا علي بن محمد بن سليحي أو شيعي عالم الإسلام هو عالم عين كاسة أو فرق فرقوي خطره أي كتلنا يا أو عن ضدك حق الدين تمك اللقاء وأدير نحيين وظروف تما أنت عالم الإسلام هاي ستوك لو وحكتلنا يا وحوي وعلمانيوي كوني فرق الله نسمها هذا وحب الله يا حتى أنا حيريان لكن عالم الإسلام قوة كتلنا يا مانتا وعلمانيين وضد كان مذهب كان سكراليزم كأيو آتك أغدع دعي أو إن دين تي دولة لك لسارة وحبالد قال لنسي إسلام بين صلاة سلابة هاي حالة دودو مركا لغا هدلي إسوافقيد دا إي مارة قيادة دا مركا لغا هدلي ضلحن بها أتليين وفرق دل المسانيه لكن سابة تلوها استغرار كويو سلاءها لبطو سالة سوق هذا يعطيها لك إن شاء الله تعالى نبيك اللي أورن شري فاطميين تا هذا حماداني وحا خليفة هذا اللي رختي بس مركي أي ولي بسود دولي يعني حروب الصليبية بلعام يسو أفر بغالي يشاني سلاشن نينك اللي أورن شري المستعلي نينك أول السمعي ولي بإذن كيسا السمعي الحاكم بأمر الله الآمر بأحكام الله الآمر بأحكام الله مركو أضيه الدلي أو حكم كي قاطي اسنوال للدلي إن أدور كيس بعد دلي ابن عمه ابن عمي مركو حكمك قبطينا اسمه والدلي تاسوا حق خلافه درجة الله بعد وزارة وحا
مركا وزير على أفضل من أورانجري على أفضل والد لي وحلو بدل على عبد الله على عبد الله نسمه والد لي وحلو بدل على أكمل وأمت ساسو مشغول سن كرسك الأريان يسوي بغداد وماشي لبعض أود المسلمين تفردية المستظهر بالله إسكي بقول أنت شنب قول الله بيا تراك تاريخه وهايد المسترشد بالله قال لوجو بدلي وقال لدلي كد من أول حال لوجو بدلي الراشد صدح سنو هاي سنو وقال لدلي أو بعض السياسي أمريكا ذكرنا سياسي هاي واحد شري اختيالاس لما أنت بكد ودولة سراجقة الأورام شري أو يبو على صناعها هذا وقد معركة دمير في عنا كون شيء عذا لكن يدل لفتو الوحي كو آفيس ناين شام بيئينك ميلاك مدى كتن ناين خاصة مقالي الأورانج لحلب بل مقالي حلب لي رهدو كلئة نمانكا انت نحمر تيدقالي اسدل بلان وحي ركي رهدو مقالي حلب لي رهدو وحال لقود لي من لي رهو تاج عنكسو قلاو من تاج كهورتيس بغر الأورانج الملك شاه markii uu dhintay ayaa markaa waxa iskhilaafay baa la yiri isaga iyo yaani waxa uu ma rabtay inamadii uu ka tagaa markaa iskhilaafay mid baa uu adkaaday kursiga inta galay waa la laayay kii uu adkaaday baa adeerkii oo taaj loran jiray ku qabsaday taaj kii baa ka taxalusay adeerkii odayga adeerkii isaga laftiisii kuwa kii hore la dhashay baa markaa kursiga ku qabsaday markii inamadii meesha ka baxeen يعني السلسلة مؤلمة وقاريسة إلا ما سقالن ومدير أو تضب السناء سقالن وحس بلاي أذى الرئيسة ابن عم إسوء أيام مقال الحرب ليرادو اسكد لي أنا كتلن لي أنا كتلن لي وقت قاسي وأنا وقت الحروب الصليبية تقريبا أي بلابنين أي بلابنين مقال الحرب انت على ايغو قبسنين وحالا ايغو استراد ارمى خطب بمشكلة ايغو كليت انت على ايغو قبسنين كو ايغو ابوهر ريوي نكي ابوهر ريوي وحالا ورنش ريبا ليري معز الدولة ثمال ابن صالح اصدق ايغو ولالكي ومحمد لورنش ريبا مقالا اسكد لي مركز ايغو قلق ايبسنين مركز قلق ايبسنين اياكي معز الدولة هانا وحي اتقى فادمين تي قاهرة شوكتور اوز سيئة kana wuxuu u tagay Byzantiyada Kristanka nimankii gaalada ahaa ayuu u tagay ir awood hal isiyo markaas la islaayay ki gaaladu ay maaragtay markaa awooda siinayeen yaa markaa meesha uu adkaaday gaaladu way iska laabteen magaaladooda oo muslimiintu leeyeen bay qabsadeen ninkii markaa waa waxa laga dalbay maxamuudka inta aanay salaajiqadu ka qabsanin waxa laga dalbay in uu yaani waxa weeye muslimiinta gacan siiyo bala dow fursada wuxuu yiri markaa وأما الروم فقد هادنتهم مدة لمن كان قالوا وقد البيسان إن أن الله قالوا لمن كان هنشوس بأن قد حيية وأعطيتهم ولدي المها يجي ولا شيء دي متكم إذا نسي رهينة إنه مارت أرامي هدرتت ولا شيء دي متكم إذا قالوا أنا دليل إن الله قال ولا شيء دي متكم إذا أيها مارت الرهمن بأ حلاقي ما تقار بدنهم عالم الإسلام ما جمعنا عن لا يعبدنا عن الإسلام إن وروحه كان الدواء حكب بدنه تذكر مرك إنه كان حمار يروح اللي يروح سرب على جهة يعبدنا أي ما سوما وحنا روح حكب بدنه سرب إنه كان الله جهة سرنا الله جمعها يا دني ما دي بعد ما تي وتاريخ لصوم مري ويتنا وكله دني ما دي بعد ما تي دين تي بعد ما تي مرك يا دم توقف كم مرك أحب محيرني نفتي سمويه محيرنا يا مري إلين كيسيب وقاضي حبسي وقالين ما عرفتي سيب ما عرفتي إساقو ما عرفتي ما إحنا ما أقولها له كدبنا إنا نكاسوح نقونا يعني الرهمن يعني ننكاس إنا نسرقاتشنين حالا بيالا قارب بيانو بغرادة كميه وأولادو يكونوا ليهن غربيقا يا قلباتك إنا إسلام هاي ويكون راحي سنة يعني واحي أتشوغان إنا ما عرفتي إنه العادي هو طبيعي يكونوا ليهن اختياري حالا بيالا اختياري بيهين إنا اختياري بيهين بصورة قالة يعني واحد التاريخ المفتي بأسوء العلي صورة ليه محان عي مركة دوحان عي مركة إن أي قال مركة عرقته ظروفة عي مركة مسلمين تكون ليه ظروفة مركة مسلمين تكون ليه مركة أنت اللي عرقه مركة اللي جفع يديس
ظروف السياسية أي الدين قاعد تهدان كجبحه طلع معيشه دو سلالة يهد قيادي هذا حماته معيشه دنا حمان نساء هدي هجانك حماه وح كسوة حمانه حبده كنيسة حتى وحمانس إن تغير برد رحمه الله نجوم الزاهرة وحصورة يا وحلي سوى مصر كور رمية هذا والغلاء بمصر بمصر ليش اللي يراد مصر غلاقي معيشه دقات بغالي نقطيبي حتى أنه جلى من مصر خلق كثير إلا ما ماشي مصر لأورانج إلا لغوك رقحي إلا لغوك رقحي أي كان عليك قاتشو أدونك أولي لغو أرق فإنه مات أكثر أهل مصر بدك مصر دقنا إنتو ذو بضواب اللي إذا نوادنتين وأكل بعضهم بعضا قارن قاتلك لو مركا عمي إلا ما لا شيء يقول يري منك والله أما نصري بالها يستددك هلبك غلا أول لغو حنتي إنو هواني عهور قورعي هلب كورينا عني وباعها بعد أن طبخها تبدأ إلا إيبيين هلب كي مركو وكريه كدب ومعيشو ده خطرت يا سامرتي كما كوبنا شعب ككلية حتى أمرادي تلين إيه بارمتا سكود عبي وحلوه هاي مغريزي رحمه الله كتاب كسال خطط الإيرادو ثم أعلى الأمر إلى أن باع المستنصر كل ما في قصره لكن المستنصر لورانج لمركا تلينين وحال لي يالوح قصر الرؤية لدن باسم إيبيين من ذخائر وثيابة وأثاثة ومعرفة نر إيهو إيهوه كالثانية وصار يجلس على حصير ننكي لو قلت لكي كرسي بقرته يدي معرفة حريرتك وحرمانتها دارين بقى اللوك بقليوير دارين بمرها كفريستي وتعطلت دواوينه دولدي سيئة دواوينتي سينا مركا وابر برتوابع بعض وذهب وقاره دادكو يعني وحوى يماركتي هاي بدي أيوها يا نواب بعضي وكانت نساء القصور تخرجنا ناشرات شعورهن هاويكو مركا واسوب بحجرة قصر جيسو كتشرة إيبوتهم فريدن وقيدون يوانه الجوع الجوع قاتشان نوضة قاتشان نوضة ماشي أسوى مصر بل شام كوهن خاصة دمشق دمشق غلاء يبقى يبقى مركا علماء المعرفين تو يكون رمي نحيليه اشتد الغلاء غلاء الأسعار في دمشق وعدمت الأقوات انتدب حتى اللواي وضر الناس إلى أكل الميتات وأكل بعضهم بعضا ابن قلانس بصورة رأي في ذيل تاريخ دمشق إلا ما عددكو أي أخص بنادين إنه مركا بغتق عنان بغتق إنه مركا عنان ضدكو مركا يكو خص بنادين وقت الأسوال الليال ظروف عين كاسي مركا مسلمين تصامرين وظروف مركا كلفتي إن مركا أيوايان مناعدي ومدو هداني قيادة ونكسان هاي سنين نرى لما هاي سن كرتو اسم الدفاعي كرتو نرى لما هاي سن كرتو اسم الدفاعي كرتو يعني وحوة يماركتي وابر برا يساوي بابا يساوي تاس مركا وحي كانتي إن مركا قالة كسو دوشو قالة لغا أود بدنا لغا حوق بدنا لغا تمرت بدنا إن مركا سود دولان ولو ما لا أعد فوق فوق أي كلمة دان سات كودك على جواني قرمت كودك على جواني لو كان أنا أقوانين شرمل بكاء منايا بقرك شرمل إنغريزكو كاء منايا كي إنغريزكو يعني واحد ويمارك تيا فرنسو كاء منايا بقرك فرنسيسكو بقرر الله قارك الباب اللي جد لي معارك تاس مارك دم دم مسلمين تحويستين مارك قيادنا حنا لقط خلصي بقرادي قارك خاصة بقرادي فرنسيس كقارك كم ده ماشى كل بنتها كتير قاركوا دي يجوا عربة يا سيد بقر بقرادي شرم ككم ده بدو كقر قامي وأمريكا دمبا لكن أمريكا سام مسلمين أكلة فارقين وحد عوي إن أمريكا سيسها لعالم الإسلام كوكب صلاة أمريكا إن أمريكا السويد دوليين أو بيت المقدس هي قب سنة مسلمين تيجوا أسكون مشغول سنة markay nimanka soo duuleen markii hore waxa qabsadeen baa la magaalada la yiraahdo Raha iyo Trablus labada magaalo ay qabsadeen oo cagadhigan waliba Raha magaalada la yiraahdo qar 419 taariikh markay ahayd waqtiga Baytul Maqdis waxa ka talinaya Qudus waxa ka talinaya nimanka la oran jiray salaajiqada Turkida aha oo ala sunnaha aha Shiicada Fadimiyinta ahayd waxay meesha ka arkeen fursad inay ku jirto waxay yiraahdeen maadaama oo saliibiyadii ay ku soo duuleen Sham oo ay salaajiqadii ku mashquulsan yihiin inay saliibiyada iska celiyaan fursa marka meesha idin banaayeen ku duulo marka idin kula Baytul Maqdis oo ka qabsana way raadayeen Baytul Maqdis ku soo duuleen 419
ayay markaa ka qabsadeen saraajqadii muslimiintu waa islaaynaya meesha loo soo socdaana waa iyaga meesha lagu soo socdaana meesha isku leenayaan hal sano kadib 429 ayaa faadimiintii iyagana gacanta laga saaray yacni waxay beytul maqdis wixii ka dhacayna dee waxa culimadu ka taariikhay ibnu al-athir raximahullahu wuxuu leeyahy وقتل الفرنج بالمسجد الأقصى ما يزيد على 70,000 مسجد الأقصى قالوا وحي كدل وحكبر أن تضلاتهم كن وقف منهم جماعة كثيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم ممن فارقوا الأوطان وجاوروا بذلك الموضع الشريف وحكم إلى أبو هيري علماء يزهاد إيا أئمة بلكو دي أي مارتي كل شيء كبر بارين كيمي سي أي ماشا فضل قبضاً يا بيت كاورا كسن إلهي كرامي ولا درسان نجوم الزاهرة إنه تغري برد وحول رحمه الله قتلوا في الحرم 100,000 وحيكود لين بيسوي لي بقولكم وقف بيكود لين قال هذا كقرت حروب سلبية وحكم ذا قال هذا وحكقرت كم ذي أولي بوقت قال نورا دولان كان لسعودي وحوله عندما مركي أن ضمعينا الحرم كبوغله ما أنا أولين بوري إنا وضد سيتشيرو إلا ما إيوك إنا نكدو التلاب سنة إيو بغتقي المسلمين تمو يساقو ساسو كلمة دولة يعني وشهادة المسلمين وأن دماء القتلى بلغت ركبتي يعني داتك ميشا اللي قول لي ليه قولنا وحو قاري إيو يرو روغي وقاري ليه ميشا كاقول قولي روغي وقاري محاك اللي في تلو waxa kalifay dawa qiyaadada xun mid kamida muslimiinta ku waqtiga u talinay tuulo la yiraahdo sabsaad bu madax ka sabsaad waa loo yimaa waxa lagu yiri magaalada tanaga iibi ma nabi wareeshi ama aan ka qabsan naga iibidaan waa la gorgortamay imsaad iga seenaysan buur waxa laga iibsaday sida culimada taahir saciid ibn ashur ba soo raray kitabkiisa al haraka salibiya waxa laga siistay 10,000 dinar 10,000 dinar ba laga siistay طبعاً كنت تكون بوقاتي جاب وقشة ده واسكتي وانتهت الحكاية عالم كرأينا ما انت الله يابانا عالم الإسلامي ده هو حلقه يابانا إبسان يا إبه حلقه يابانا ده كان قيادة ده هو قانك يعني الله يابانا هو حي سمينا يا ده إنا يبوا إنا إبسان بعض صورة قرأ بل كان إيه ومدة تم إلا إبسان وما عرفتي هنتلا حلقاتي يابا صورة قرأ من انكاس مر بعد دمير كود أصلاً نقله. طب نو دين تقول أمر سوير لعبتي. مرجع ساقار يا كم يروح يرامي. وأنا من كم قالوا إنك أكل هاي هايستا. نك حرب مدبا هايستا دمشق مدبا هايستا. يعني واحد ويا معركة نبم بلبو هايستا. إلا أي قاعدي إنه متوه هايستا. وعشان. وأمرك السلبيات قبل سنة يوم. قارب أمرك أيرو وراء مسنان سوير دانو نبي أنت المدورة قالوا المدورة نسكت عنه. ابن الأثير رحمه الله وحليه. واتفق لهم مركو كورنا سليبية إيه وحا كلفين المسلمين تقبصدان وحاولوا واتفق لهم سليبية وحا مارك تأي لكل من استغالوا عساكر المسلمين وملوكهم بقتال بعضهم بعضا إلى المسلمين تأيبوا اسكم مشغول سهم إسلاينا يعني. تفرقت حينئذ بالمسلمين الآراء ومركا المسلمين الرأي ذا يكوك لتقين واختلفت الأهواء هواء إسخلافتي وتمزقت الأهواء الحال كوديك لتقين فتمكن الفرنج من البلاد ومركا منك قالبها أي مركا يعني لوك قبصدين وحمركا عليه مر مرنا كم ذا أي من لي معين الدولة إيه أرتقي صدح من بعده إسوافق يصدح مجالك على هايستا من موصل بو هايستا مدينة حلب بو هايستا مدينة مجالة صدحات بو هايستا مركا سيور أنت إن إسوافق أنا قالوا إسكاد عينه أو خلافات كأن عن ميلو بقنو منك هو إسوافق هو دولين أفرتي هو جامية حملات في حروب السلبية نبان كان حروب السلبية تضرب حملات تضرب صعودة هاي حملة دي كوادة وخطرت بمن أفر هو جامية أو كملة وأنا منك بيت المقدس قب صبي وبقول يكون قف المسلمين تأكل لي مجالك السنة ساكية لي أفرتي هو جامية الله ما كملة أي أنا منك قفاشة ده قال كنا قوات كالين قلنا نسي مركة وقصة يعني تعليقنا يحلي رحمه الله وبه ضعفت نفوس الإفرنج نبان قال بقى مركز النفوس صدي ضعيفتي وقلت عدتهم أودوا لي مارتي ترووا لي عدوا دي بايراتي وقلت شوكتهم ما تحوقوا دي بايراتي وقويت نفوس المسلمين المسلمين تان نفوس صدي نوا حوق بلتي
يعني عزائمتودي waa soo noqotay يعني ما رأت المسلمين تنصر ويسوق بشاريين لكن محاد عاي وحالا اسكو خلافي تقسيم الغنيمة غنيمة سوق بسنين عمر سوق بسنين هل مربيس وافقين وحي كلفتي أفرتينينه قامي ياشها الله بكم إذا مركا أني قبصدان الله بكم إذا أني قبطان هو قامي ياشي قالوا هذا يسيوه يلعين انت قلوا بك تخلص لهاي معايا يلي ده أود أي قال الله كم أي قبصان ماشي تاني بعد فلوه الله بوقف صدوي بعد فلوه أي أمرك الله بوقف صدوي ولا لا يال قيادة حنا مركا بيت من عدو تفرارك وعد علينا يا إسلام بقى إمانا إيسا كاتشي الرفاد يسلع بقى إمانا يا عدو أبونا كاتكا بقى إمانا وسلس ووحي أندرس إلا وإيك اللي فيه ووحي كل في حروب السلبية مسلمين تونو بيت المقدس ويان إما سيكو قادتي مركا مسلمين تو إني أرنتها كسوة كبتان صلاح الدين الأيوبي قرموا حرية بيت المقدس لباب غلو سنة كدب لباب غلو سنة كدب أيا قالك أبداً بي حروب السليبية كقيب قاتي إن بيت المقدس لقب صلاة مركا مسلمين تو يسكو حرية قيادة الآخرين وحي كتك تهراد لباب غلو سنة لترتري لباب غلو سنة مركا لمسحي طيب اللهم استعانوا على ما تصفون يا مركا قيادة من هم القيادة ومدة قرانة قيادة حين خطرت أيالان كرتين وريا قيادة نقوم كرا قيادة موحا نقوم كرا كأي نسخ قبيل كناي موحا نقوم كرا قيادة كأي مماركة الله مستعان سيئون دنيا مسلحة قارة أي سلوة لأبنو يا قائد نقوم كرا ما أنت ومدة صوماليات سيدا أي دمعين إنا يعني مارك مشاكل كودو كحلية وحل يروح الوحل لنا يا 4.5 غير هبل وحيالنا يا محويني غير هبل لهم حيالنا يا رئيس الوزارة غير هبل يا رئيس الوزيرة يا لنا يا غير هبل لك قاركونا ماشي ومسو بلي يا سيدا سوما حتى شروط الشرعي ذا هيد يقائدك سحبا حتى تهديه ما يعني أما بونت فايف كات هاي أما هذا بونت فور كات كتير تال لكن ما متيت كوي لو بطل قرانا يوم ما رت تليان وبالتالي مرك واحد ما يقدر ما تكتير تال هذا غير كادي أما دون تيسا كتير تال ده نبتن قبل حماس وأنا أما دون الله بتو كتاب كي الله سبحانه وتعالى السنة ده نبي جئيه ورياه قام منكر إلى هذا كتاب كي سكوش هذا سبحانه عز وجل أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم بإلهي كو إذنك إذن كم يا مؤمنين يا أيها الذين آمنوا وكو مؤمنين تأمنوا ألا أطيع رسولك سنة أطيعه كو إذنك إذن كم